بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامجكم ترند. حلقة بالتأكيد النهاردة بنتكلم فيها وبنتابع التفاصيل المتعلقة باستعدادات الأهلي خلال الفترة القادمة. بالطبع فترة طويلة جدا مش هيكون فيه مباريات رسمية نتيجة الأجندة الدولية، تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لنهاية شهر نوفمبر، لكن بالطبع في اجتماعات جارية خلال الفترة الحالية، التحضير للنهائي، الاستراتيجية للموسم القادم، في تفاصيل كثيرة بالتأكيد هنكون معاكم فيها أول بأول خلال الفترة القادمة ومن حلقة النهاردة لغاية موعد النهائي إن شاء الله يوم 27 نوفمبر، لأن جمهور النادي الأهلي محتاج يطمن على كل المستجدات داخل النادي الأهلي. بالتأكيد معاكم النهاردة في استطلاع الرأي والسؤال اللي متواصلين في الحديث بخصوصه، وبنطرح فكرة التشكيل المثالي للنادي الأهلي. كل جمهور النادي الأهلي دخل وشارك معنا من خلال أكتر من حلقة خلال الفترة السابقة، لكن مستمرين في طرح هذا السؤال عشان نشوف الفترة القادمة التشكيلة المثالية من كل مشجعي النادي الأهلي في كل مكان. شاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنعرض أكبر قدر من مشاركات الجمهور إن شاء الله في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن خلونا نبدأ حلقة النهاردة بعناوين برنامج الترند وثلاثة عناوين رئيسية لحلقة النهاردة. في ترند الأهلي، الجهاز الفني للأهلي يبدأ الاستعداد للمرحلة المقبلة. وفي الترند المحلي، معسكر المنتخب ينطلق استعدادا لمواجهتي توجو. وفي الترند العالمي، رقم قياسي لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا. أنا استعرض مع حضراتكم جدول مباريات اليوم. يمكن اليوم في مباريات قوية ومثيرة سواء في الجانب الإفريقي أو حتى الجانب الأوروبي. دوري أبطال إفريقيا أخيرا اليوم موعد لقاء الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة بين نادي الزمالك ونادي الرجاء المغربي. المباراة ستقام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي بقيادة تحكيمية لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجد نيداي. مباراة مهمة جدا، وبالتأكيد الكل منتظر الطرف الثاني اللي هيواجه النادي الأهلي في المباراة الختامية. كلنا نعلم أن النادي الأهلي حسم الموقع مبكرا وتأهل على حساب الوداد المغربي، وينتظر الفائز اليوم بين الزمالك ونادي الرجاء المغربي. نتمنى يا رب نشوف مباراة كبيرة كما كان أداء النادي الأهلي في مباراتي الوداد ذهاب وإياب، وعمل نتيجة كبيرة جدا. القارة الإفريقية بأكملها تتحدث عن الانجاز الطيب للنادي الاهلي في دوري الابطال. طيب، مباريات اليوم ايضا في دوري ابطال اوروبا استكمال مباريات الجوله التي اقيمت بالامس. النهارده في مباراتين الساعه 8 الى 5، زينيت سان بطرسبرغ هيلعب مع لاتسيو، ايضا بشك شهير الساعه 8 الى 5 هيلعب مع مانشستر يونايتد. لكن الساعه 10 مساء في ست مباريات في توقيت واحد، شبيلال اسباني هيلعب مع كروسنودار، تشيلسي هيلعب مع رين، برشلونه هيلعب مع دينامو كييف، فرانكروزي هيلعب مع اليوفي يوفنتوس الايطالي، كلوب بروج هيلعب مع بروسيا دورتموند الالماني، لايبزيج في مواجهه مع باريس سان جيرمان الفرنسي. مباريات كلها قويه ومثيره، وبالطبع بالامس كان في متابعه قويه جدا لمباراتين، اولمبياكوس بقياده احمد حسن كوكا المهاجم المصري، وليفربول محمد صلاح في مباراه كبيره جدا امام اتلانتا ونتيجه كبيره لفريق ليفربول، وهدف مميز جدا لمحمد صلاح في مباراه الامس. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ترند ترند، وعندنا كلام مهم جدا عن نهائي إفريقيا وتفاصيل، انتظرونا هتسمعوها ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند. عندنا كلام مهم جدا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا والخطوات اللي المفروض تتخذ خلال الساعات اللي جاية، ومحتاجين نسبة ونطرح عدد من الاستفسارات أو التساؤلات بالنسبة للمرحلة الجاية. لكن قبل ما أدخل في هذه الجزئية، امبارح كان عندي رساله للكابتن احمد حسن الصقر عميد لاعبي الكره المصريه وكابتن منتخب مصر السابق ولاعب النادي الاهلي السابق، وكانت الرساله رساله موضوعيه، لان احنا بنتكلم على السوشيال ميديا وبنتكلم على بعض الاخبار اللي بتنزل على السوشيال ميديا، لكن لما يكون عندنا اسم كبير زي الكابتن احمد حسن عنده بيج وعنده صفحه كبيره وبينزل عليها بعض الاخبار، الاخبار كلها بتبقى او بنسبه كبيره جدا على لاعبي النادي الاهلي واخبار مغلوطه. برضو من امبارح للنهارده عدد من الأخبار، رسائل نارية من مدافع النادي الأهلي لجهاز المنتخب الوطني، مش عارف عدد من اللاعبين وصفقات ضخمة خلال الفترة القادمة وأسماء كلها غير صحيحة. خبر قبلها ب 48 ساعة عن رحيل وليد سليمان، برضو نفس الرسالة والرسالة الموضوعية اللي وجهتها للكابتن أحمد حسن. يا كابتن أحمد، بيجي باسمك لما بينزل عليها أخبار خاطئة وأخبار غير صحيحة وبتعمل بلبلة وبتعمل مشاكل بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وبتعمل بلبلة ما بالنسبة للعيبة، ده بيبقى شيء مش طيب،
خاصة اللي بيرفع الأخبار أو اللي بيعمل الموضوع ده شخص ليس مهني أو ليس صحفي، فدي جزئية أكيد لها حساب كبير جدا. لكن ما ينفعش بيج زي ديت كل شوية بتنزل أخبار غير صحيحة، رسائل نارية من مدافع الأهلي لجهاز المنتخب، محدش من لعيبة النادي الأهلي طلع يتكلم سواء بالإيجاب أو السلب وكله ساكت، محدش بيتكلم، والمنتخب بدأ معسكره وخلاص بيشتغل على الفترة اللي جاية. حتى لما كهربا ما انضمش للمنتخب محدش اعترض على جهاز المنتخب ان تضمته ولا ما ضمتوش، ما اتكلمناش في الجزئيه دي. فبالتالي ده ما ينفعش. احنا بنوجه الرساله لان بنتعامل بموضوعيه وبنتعامل ككبار مع نجم كبير، حتى لو في صغار ما بين قوسين بيخشوا في الموضوع او بيكتبوا كلام غير صحيح مش هنعلق عليه، لكن احنا بنتكلم في رسائل موضوعيه ومهنيه للكابتن احمد حسن، بخلاف طبعا اللي حدث بالامس والتصريحات اللي كانت موجوده في الاذاعه وكانت كلها تصريحات غير موضوعيه وغير صحيحه في اكثر من شان كان يتعلق بالنادي الاهلي خلال الساعات الاخيره. هقفل هذا الملف ونقطه من اول السطر وادخل في تفاصيل بقى اهم. نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 نوفمبر. هطرح مجموعه من التساؤلات والاستفسارات، وهذه التساؤلات والاستفسارات مش تساؤلاتي انا فقط، لا ده كل جماهير الاهلي عبر السوشيال ميديا بتطرح هذه التساؤلات. نهاية القيد المحلي بالنسبة للقائمة الأولى 11 نوفمبر. نهاية القيد بالنسبة للموسم الجديد على الورق القيد المحلي 19 نوفمبر. على سيستم الفيفا 6 ديسمبر. أنا طبعًا برضو عايز اتحاد الكرة يجاوبني على السؤال ده، إزاي في على الورق المنشور اللي راح للأندية 19 نوفمبر وعلى سيستم الفيفا 6 ديسمبر، لكن ما علينا. طب نهاية دوري أبطال إفريقيا 27 نوفمبر. القيد الإفريقي القائمة الأولى 10 نوفمبر. القيد الثاني يوم 30 نوفمبر. هي مجموعه من الاستفسارات والتساؤلات، هل النهائي دوري ابطال افريقيا هيلعب بالقائمه القديمه وده المتبع في اللوائح كلها ما بقاش فيها مشاكل؟ ده شيء طبيعي، لكن لما العب 27 نوفمبر ونهايه القائمه الاولى اللي ابعتها للاتحاد الافريقي 10 نوفمبر مع القائمه المحليه 11 نوفمبر، فبالتالي هشيل لعيبه من القائمه الاولى وهستعد للنهائي بالمجموعه اللي باقيه معايا، فبالتالي العدد هيقل. هل هيحصل تعديلات خلال الساعات اللي جايه من قبل الاتحاد الافريقي وبالتبعيه الاتحاد المصري هيعدل في مواعيد القيد؟ ده هنشوفه خلال الساعات الجايه. هل الاتحاد الافريقي منتظر نهايه مباراه الزمالك والرجاء الليله عشان يقدر يشتغل على مواعيد القيد، خاصه ان لو الاهلي والزمالك فاينل هنا هيكون التنسيق مع اتحاد محلي واحد، انت بتتكلم في الاتحاد المعني هيكون الاتحاد المصري لكره القدم، فبالتالي هيكون في تنسيق ما بين القيد المحلي مع القيد الافريقي. طب لو الرجاء هو اللي تأهل للنهائي، انت عندك هنا اتحادين معنيين بهذا الامر، عندك الاتحاد المصري وعندك الاتحاد المغربي، هل الاتحاد الافريقي هينسق هذه المسائل مع كلا الاتحادين خلال الفتره اللي جايه؟ هي كلها عباره عن استفسارات وتساؤلات بنطرحها عشان الجماهير بشكل عام بقى عندها وعي وبقت ذكيه وعارفه مساله القيد واللعيبه المعاره واللعيبه اللي هتشارك والصفقات والاجانب، الناس خلاص بقى عندها درايه بكل الامور دي. ف 27 نوفمبر انت بتتكلم في دوري ابطال افريقيا موسم جديد، فهل هتلعب بالقائمه القديمه ولا ممكن تسمح بالقائمه الجديده؟ هي كلها استفسارات، هنحاول نشوف اجابات على كل هذه التساؤلات خلال الساعات اللي جايه. ماتش الزمالك والرجاء النهارده ممكن يكون خلال الساعات اللي جايه بعد هذه المباراه يكون في قرار بالنسبه للقيد الافريقي، خاصه ان من العداله لما اوصل للنهائي 27 نوفمبر لازم استفيد بكل القائمه اللي معايا اللي بدات بيها دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، ما ينفعش اشيل حد واضيف حد جديد والجديد اللي هضيفه مش هيلعب معايا الفاينل. عموما احنا بنطرح الموضوع ودايما الحمد لله برنامج الترند بيكون لينا السبب في فتح عدد من القضايا والاخبار والتفاصيل والمعلومات، وخلال الساعات الجايه هنشوف الجديد في هذا الملف. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل ترند الاهلي، وعندنا كلام مهم جدا تم طرحه على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي واللي اتكتب على النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره في السوشيال ميديا. عندنا كلام مهم جدا في هذا الموضوع لان الفتره القادمه هتسمعوا اشاعات كتيره واخبار كتيره معظمها مش هيكون صحيح. نبدا اول حاجه مع بعض سوبر كوره على الفيسبوك قالوا ان بيتسو موسيماني يبحث مع معاونيه خطه استعداد الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا. بيتسو موسيماني الجنوب افريقي عقد جلسه مع الجهاز المعاون بالنسبه لتوضيح المرحله القادمه والاستعداد بالنسبه للفتره القادمه وخطه التدريب والاستعداد على مرحلتين، مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا ثم الاستعداد لكاس مصر والموسم الجديد. اولا قناه الاهلي بالامس كانت اكدت لكل المشاهدين ان الاخبار المتناثره بخصوص سفر بيتسو موسيماني الى جنوب افريقيا كلها اخبار غير صحيحه، وطبعا اول ما اعلن ان بيتسو موسيماني موجود في القاهره على طول الناس صححت الامر، لان مثل هذه الاخبار ممكن تعمل بلبله خاصه ان في ناس ربطتها بامور تانية برضو غير صحيحه. فبالتالي بيتسو موسيماني
عنده الفترة القادمة موضوعات مهمة جدا: نهائي دوري الأبطال، التحضير للموسم الجديد، مباراة كأس مصر، ويشتغل على فكرة تجهيز اللعيبة الدولية بعد ما ترجع من الأجندة ومباريات المنتخبات. فبالتالي زي ما قلنا الخبر الصحيح بالأمس، بيتسو والجهاز اللي معاهم كلهم موجودين في مصر، وفي اجتماعات جارية في هذا الشأن بدءا من اليوم حتى إن شاء الله عودة الفريق إلى التدريبات يوم السبت القادم. برضو معانا من السوشيال ميديا، يمكن صفحة الحساب الرسمي لبطولات على تويتر، كتبوا إن الخطيب يجتمع مع موسيماني مدرب الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق. طيب، خلال هذه الفترة مش هنتطرق لكل هذه الموضوعات وكل هذه الأخبار إلا لما يكون عندنا معلومة أو خبر أو حاجة ممكن نقولها لجمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، لأن خاصة الفترة اللي جاية عندك مباراة الموسم، نهائي دوري الأبطال. أي كلام عن صفقات، أي كلام هاللعيبة معارة، أو أي كلام هاللعيبة ممكن تمشي، كلام غير صحيح وكلام مش موضوعي في الفترة الحالية، لأن أنت محتاج تستفيد بكل العناصر اللي عندك لماتش النهائي، نهائي دوري أبطال إفريقيا. ممكن الناس بتشتغل على استراتيجية الفترة اللي جاية، إيه اللي ممكن يتحضر لبعد يوم 27؟ إيه اللي ممكن يتشاف في مسائل القيد المحلي والقيد الإفريقي الفترة الحالية؟ لكن صدقوني والله، وإحنا هنا بنقول لكم المعلومة السليمة اللي متأكدين منها بنسبة 100%، أي كلام عن صفقات الفترة الحالية سواء لعيبة من بره أو لعيبة في مصر غير المعلنة أو اللي هتعلن خلال الساعات اللي جاية فيما بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا، كلها هتكون غير صحيحة، لأن في أهداف معينة على مراحل بتتحدد بالنسبة للفترة القادمة. كمان معانا من صفحة الأهرام على تويتر: موسيماني يرفض اللاعبين الشباب في الأهلي ويطالب بإعارتهم لمنحهم فرصة المشاركة. الأمر هنا أنتم بتتكلموا على فكرة العربي بدر وشادي رضوان وأكثر من لاعب كان الجهاز الفني يعني إداهم الفرصة في المباريات الأخيرة في الدوري العام. نفس الأمر اللي بينطبق على فريق الأول واللاعبين الدوليين بينطبق على اللاعبين الشباب اللي ممكن يتم اتخاذ فيهم قرار خلال الساعات الجاية، في ظل إن في عروض بيتتلقاها اللاعبة الصاعدين في النادي الأهلي، والحمد لله عدد كبير جدا من قطاع الناشئين من اللاعبين المصعدين في الفريق الأول بتجيلهم عروض للمشاركة بالنسبة للفترة القادمة. في كلام مهم لسه مكملينه مع بعض، لكن نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين في الحديث عن ترند الأهلي وبعض الموضوعات وبعض العناوين المهمة عن النادي الأهلي في السوشيال ميديا. حضراتكم من جديد، ومكملين مع حضراتكم بالتأكيد ترند الأهلي واللي اتكتب عن الأهلي خلال الساعات الأخيرة في السوشيال ميديا. لكن السوشيال ميديا برضو اهتمت بجزئية السكاوتنج أو التحليل الرقمي. فلاش كورة طبعا من المواقع وليه صفحة على الفيسبوك عمل تقرير على فكرة أكتر لاعبي الدوري المصري عملوا صناعة للأهداف. ناصر ماهر العائد للنادي الأهلي بعد فترة إعارة في سموحة كان في الصدارة بلا منافس، أكتر لاعب صنع وعمل أسيست للأهداف للاعبي نادي سموحة أو في الدوري بشكل عام. ناصر ماهر صنع 10 أهداف، يليه في الترتيب عبد الله السعيد 7، أحمد رفعت 7، أحمد شديد إناوي 7، مجدي أفشة 7، ويوسف أوباما 7. ناصر ماهر السنة دي من أبرز اللعيبة اللي ظهروا في الدوري المصري، وعمل بصراحة مباريات كبيرة جدا خلال هذا الموسم، وإن شاء الله هيكون إضافة قوية جدا للنادي الأهلي الموسم القادم. كمان معانا من فلاش كورة فكرة بقى الإحصائيات بعد نهاية الدوري. برضو على تويتر فلاش كورة تكلموا على إحصائيات اللاعبين الأكثر حصولا على البطاقات الملونة في الدوري المصري بعد انتهائه. أكتر لاعب خد إنذارات أو كارت أحمر كان طارق حامد، يا ساتر، 10 كارت أصفر واتنين كارت أحمر طرد، فبالتالي أعلى نسبة من الكروت الصفراء والحمراء. أيضا النهاردة يمكن طارق حامد من اللاعبين المهددة بعدم المشاركة في النهائي في حال حصوله على إنذار في مباراة الرجاء. أحمد يوسف أيضا 10 إنذارات وحالة طرد وحيدة، أيمن أشرف 10 إنذارات فقط، وعمر السيسي 10 إنذارات. طيب كمان اللي جاي معانا من الصفحة الرسمية لموقع في الجول على الفيسبوك، نشروا إن مصدر بالرجاء المغربي لفي الجول: الأهلي سيعلن انضمام بانون رسميا عقب مباراة الزمالك، واللاعب لن يخوض نهائي إفريقيا لو تأهل الرجاء. كلام مهم جدا من نادي الرجاء المغربي، لكن لكل حادث حديث. بنكمل مع بعض وصفحة الوطن سبورت: الأهلي يسابق الزمن للتخلص من جيرالدو أو بادجي لقيد بانون خلال الفترة اللي جاية. زي ما قلت لكم لكل حادث حديث، لأن في كلام مهم جدا في القيد والصفقات الجديدة وما هو منتظر خلال الساعات الجاية بالنسبة للتدعيمات في النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الأخيرة من برنامج الترند.
بالتاكيد هنتكلم عن الترند العالمي، لان في مباريات كانت مثيره بالامس، دوري ابطال اوروبا، والطبع الكل كان بيتفرج على مباريات ليفربول، واكثر من مباراه كانت بتقام بالامس. اول حاجه معانا صفحه في الجول على تويتر، هذا من اجل التاريخ، محمد صلاح سجل هدفه ال21 وتساوى مع ستيفن جيرارد، الهداف التاريخي لليفربول في دوري ابطال اوروبا، اسطوره وفخر العرب. محمد صلاح امبارح بالامس سجل هدف متميز جدا في دوري ابطال اوروبا، ويمكن معتاد دايما على صلاح الاهداف اللي فيها مساحات وجري كتير، لكن بيجي عند اللمسه الاخيره بيعرف يحرز الهدف بشكل متميز جدا، وصلاح دخل التاريخ. فكره انه يتساوى بعد 3 مواسم فقط مع ليفربول مع ستيفن جيرارد احد رموز الكره الانجليزيه ونجم نادي ليفربول، ده شيء يساعدنا بالتاكيد، ومحدش كان يتخيل ان ممكن يكون في لاعب مصري عامل الانجازات دي في الكره الاوروبيه او تحديدا في الدوري الانجليزي. يلا كوره كمان من حسابها الرسمي بيتكلموا على صلاح، كان ليه تصريحات وقال فخور بمعادله رقم الاسطوره، ولكن لماذا نضع الضغط على انفسنا؟ التصريحات كامله لمحمد صلاح بالامس كان تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول، واللي قال ان معادلته لرقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي للفريق في دوري ابطال اوروبا ده امر يجعله يشعر بالفخر. طبعا قال كمان صلاح، بالتاكيد انا سعيد للغايه للوصول الى هذا الرقم، جيرارد هو اسطوره ليفربول وما يجعلني فخور للغايه لما وصلت اليه. كمان اتكلم على امكانيه التتويج بدوري ابطال اوروبا خلال الفتره اللي جايه، وقال المنافسة صعبة لكن بلاش نحط الضغط على أنفسنا ونتكلم على المنافسة على البطولة واحنا لسه في الأدوار الأولى. بشكل عام محمد صلاح عامل بصراحة مواسم استثنائية مع نادي ليفربول. كمان الحساب كورة 11 على تويتر كتب تصريحات للألماني يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، قال فيها عقب فوز فريقه على أتلانتا الإيطالي، وقال فيها لا أعتقد أنه كان يوجد دفاع في العالم يستطيع إيقاف صلاح وماني وجوتا الليلة. كانت بالتأكيد ملحمة بصراحة لخط الهجوم، السرعات، الإمكانيات، المهارات. بيقدر يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول بيقدر يتعامل مع كواليتي الفريق بشكل متميز جدا، وقدر يبني فرقة ليفربول خلال ال3 سنوات الأخيرة بمشروع معين، أنه يقدر يجيب صفقات حتى لو مش بالكم الكبير لكن بالكيفية، إزاي يقدر يستفيد بعدد من العناصر عشان يقدر يوصل للهدف بتاعه، وفي النهاية قدر يوصل لبطل أو دوري الإنجليزي الموسم الماضي، وأيضا كمان دوري أبطال أوروبا. كمان معنا الحساب الرسمي لريال مدريد على تويتر نشر تصريحات للمدير الفني زيزو زين الدين زيدان عقب الفوز على انتر ميلان، طبعا فوز كبير جدا ومستحق. قال فيها انا سعيد باداء لاعبي الفريق وعلى المجهود الذي بذلوه، لقد قاتلنا حتى النهايه. مباراه الريال على فكره كانت من المباريات القويه والصعبه جدا امام الانتر. بالمناسبه عشان الناس لازم تفرق، انتر ما اسموش انتر ميلان، اي سي ميلان، لكن الانتر اسمه انتر ناسيونالي الايطالي. مباراة كانت قوية، مباراة كانت مثيرة، وقدر زيزو مع ريال مدريد يعمل مباراة كبيرة جدا. طيب كمان الحساب الرسمي لكأس العالم على تويتر اتكلموا على دييجو أرماندو مارادونا، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل، ووجهوا الدعاء بالتأكيد للنجم الأسطوري دييجو أرماندو مارادونا اللي خضع لعملية جراحية ناجحة في دماغ لإزالة التجلط الدموي، وحاليا هو بيتعافى في إحدى مستشفيات لابالاتا بالأرجنتين. دييجو أرماندو مارادونا من الأسماء اللي عانت كتير أول فترات الأخيرة، سواء مشاكل قضائية أو حتى مشاكل صحية، لكن إن شاء الله بإذن الله هيكون معافى منها يا رب خلال الفترة اللي جاية. طيب كنا طرحنا سؤال مهم جدا بالنسبة للفترة الحالية، وهو متعلق بالتشكيل المثالي للنادي الأهلي في الدوري خلال هذا الموسم. طرحنا سؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وده هستعرضه في الفقرة القادمة، لكن نزلنا الشارع قلنا برضو نسمع انطباعات الناس وآراء الناس ومتابعتها للاهلي في الدوري السنه دي، ايه افضل تشكيله الاهلي لعب بيها او المجموعه اللي ممكن نقول عليها افضل 11 في ختام الموسم. نستعرض هذا التقرير من خلال اراء الناس في الشارع في هذا اللقاء او في هذه التقارير. تشكيل مثال للنادي الاهلي، كابتن محمد الشناوي في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم جنبه، رامي ربيعه باك يمين، هيبقى محمد هاني باك شمال، هيبقى علي معلول وسط الملعب، علي ليانج وعمرو السوليه، ووسط مهاجمين هيبقى وليد سليمان، حسين الشحات ومروان محسن وباجي. محمد الشناوي حارس،
على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، الاثنين في النص محمود متولي وياسر ابراهيم، نص الملعب عمرو السوليه وإليو ديانج، قدامهم قفشه، على اليمين حسين الشحات، على الشمال اجاي، والمهاجم بادجي الشناوي. في الجون عندك هاني على اليمين، وعندك معلول على الشمال، وعندك في النص ياسر ابراهيم وايمن اشرف، عندك قدامهم بقى عمرو السوليه وإليو ديانج، وعندك الشحات ممكن، وفي الهجوم مروان محسن. الشناوي في حراسه المرمى، على اليمين هاني، بعديه متولي وياسر ابراهيم ومعلول، قدامهم في نص الملعب السوليه وديانج، قدامهم قفشه، على اليمين حسين الشحات، على الشمال اجاي، قدام مروان محسن الظاهره. محمد الشناوي جون، وهنحط مدافعين ايمن اشرف ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني، وهنحط باك شمال علي معلول، وهنحط ديانج وعمرو السوليه في الويست. محمد الشناوي في الجون، وبعدين محمد هاني وعلي معلول وياسر ابراهيم وايمن اشرف وديانج، وعندنا كمان اجاييه وقفشه وحسين الشحات. الشناوي واحمد فتحي وياسر ابراهيم محمود متولي وعلي معلول والسوليه وديانج وحسين الشحات، وفي النص قفشه واجياء الشمال وبادجي مهاجم. دي كانت تعليقات الناس في الشارع على التشكيله المثاليه للنادي الاهلي خلال هذا الموسم في الدوري العام، لكن نستعرض مع حضراتكم بالتاكيد تعليقات الناس ايضا، ولكن عبر السوشيال ميديا وصفحات القناه عبر السوشيال ميديا. محمد رفعت قال الشناوي في حراسه المرمى، معلول ايمن ياسر هاني في خط الدفاع، السوليه ديانج وسط ارتكاز، امامهم كهربا قفشه الشحات مروان. احمد عبد الفتاح قال اهم تشكيل اللي يكون قلبه على الفريق ويلعب برجوله وروح الابطال وروح الفانيلا الحمراء، وقتها هناخد كل البطولات. في فرق صرفت مليار ونصف وما عندهمش لعيبه بتلعب بروح الفريق. بصراحه تعليق مميز جدا من احمد عبد الفتاح قال الخلاصه. محمد احمد قال الشناوي محمد هاني ياسر ابراهيم ايمن اشرف علي معلول ديانج السوليه قفشه اجاهيه الشحات مروان. محمود علي قال الشناوي معلول ايمن اشرف ياسر ابراهيم محمد هاني عمرو السوليه ديانج اجاهيه قفشه الشحات مروان محسن. كمان تعليقات اخرى، السيد الصديق بيقول الشناوي هاني ايمن ربيع معلول السوليه ديانج قفشه كهربا الشحات مروان. محمد حمدي بيقول الشناوي معلول ايمن ياسر هاني ديانج السوليه قفشه حسين اجاييه مروان. وفي الختام محمد فكري بيقول الشناوي وايمن وربيعه ومعلول وفتحي وديانج والسوليه وقفشه والشحات واجاييه ومروان محسن. معظم التعليقات كلها رايحه في اطار يعني بنتكلم من 7 لـ8 لعيبه بتلعب في التشكيله الاساسيه خلال هذا الموسم، لكن كل الفريق بصراحه كان عامل موسم متميز جدا. يعني بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، الوقت معاكم بيجري بسرعه، لكن باذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.